وقفة مع الحدث نتناول فيها أبعاد وتداعيات إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون يسمح لأقارب ضحايا اعتداءات 11 من أيلول سبتمبر مقاضاة السعودية. قانون العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية أقره الكونغرس بعد إبطال فيتو رئاسي وضعه الرئيس الأمريكي ليتحول المشروع إلى قانون. معي في هذه الوقفة ككل يوم الزميل وسيم الأحمر. وسيم أهلا بك. كيف نفهم إبطال الكونغرس فيتو أوباما على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب؟ الدرجة الأولى هي ضربة للرئيس الأمريكي، يعني الذي استخدم الفيتو لإبطال قوانين أو مشاريع قوانين صدرت عن الكونغرس 12 مرة، لكنها المرة الأولى التي يعود الكونغرس وينجح بحشد الأصوات اللازمة أكثر من ثلثين لإبطال فيتو رئاسي. وعندما ننظر إلى الأرقام، يعني في مجلس الشيوخ عضو واحد فقط صوت لصالح الفيتو الرئاسي كما نرى الآن على الشاشة، وفي المجلس النواب أكثرية ساحقة 348 كانوا لصالح إقرار القانون وإبطال الفيتو الرئاسي. هذا شبه يعني التأييد الكبير في المؤسسات، مؤسسات في مجلسي النواب والشيوخ، يعني يمكن توقف عن جملة ملاحظات يعني من خلال هذا الحشد لصالح القانون، يعني الذي يعني عمليا يعني هو حتى من داخل الحزب الرئيس، داخل حزب الرئيس والحزب الجمهوريين الذي يرحب الآن في هذا الأمر. ولا ننسى أن هذا التصويت أو هذا القانون ينسجم مع ما يطرحه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي يقول بأنه يجب أن ندفع دول الخليج ثمن حمايتنا لهذه الدول. أن يحظى هذا التوجه بهذا التأييد في المؤسسات الأمريكية هي يجب التوقف عندها، لأن هذا يعني تغيرا أساسيا في العلاقات، علاقات الولايات المتحدة مع السعودية، لكن علاقات الولايات المتحدة أيضا مع الدول الأخرى بشكل عام. لكن الآن نتحدث عن السعودية، رغم أن القانون لا يسمي السعودية بالاسم ولم يثبت تورط الحكومة السعودية في اعتداء 11 من أيلول، لكن 15 من أصل 19 الذين نفذوا الهجمات هم كانوا من جنسية صحيح. سعودية، وكانت هناك من عائلات الضحايا من حاولوا رفع دعاوى على السعودية لإثبات التحقيق. الآن ما بعد هذا القانون هناك الغطاء رفع عمليا عن السعودية من ناحية القضائية، وهذا بحد ذاته يفتح أبواب كثيرة تتعلق بالولايات المتحدة والمملكة السعودية، في وقت أن هناك طبعا تباين وبرودة سعودية أمريكية على خلفية الاتفاق مع إيران، توجه مع إيران. الرئيس الأمريكي نفسه قال فيما بات يعرف بعقيدة أوباما أن على السعودية أن تقيم سماه سلام بارد مع إيران وأن ترتب أمورها مع الدول في المنطقة، وبأنه لا يمكن الاستمرار في السياسة كما كان في السابق. في وقت أيضا منذ أشهر وخاصة بعد صعود الهجمات الإرهابية في الغرب، حديث في الأعلام دائما عن ربط بين، يعني خاصة بعد صعود تنظيم الدول الإسلامية، عن رابط بين الوهابية السلفية والتشدد. كل هذه الأمور نرى اليوم أن هذا القانون يأتي في ظل هذه الأجواء، إلى درجة التساؤل إن كان اتفاق كوينسي الشهير الذي عقد بين الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت عام 45 على باخرة كوينسي، والذي يقوم بشكل أساسي على حماية الولايات المتحدة للنظام السعودي مقابل حصول على امدادات نفط، إن تساؤل اليوم إن كان هذا الاتفاق ما زال قائما بعد أن باتت الولايات المتحدة بأقل حاجة، إن لم نقل لم تعد بحاجة، للنفط السعودي كما كان في السابق. لكن أيضا في تصويت هذا الحشد الكبير من الأصوات لصالح القانون في الولايات المتحدة إشارة باتجاه عائلات الضحايا، وخاصة في أجواء انتخابية كما ذكرنا يطرح ترامب فيها أن إعادة نظر في العلاقة مع دول الخليج وخاصة مع السعودية، ومن هنا نحن ندخل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين. وهذا يفتح الباب أيضا أمام قضايا ومساءلات أخرى ضد الحكومة أو الإدارة الأمريكية على غرار ما يحدث صحيح. في العراق، في اليمن صحيح. وغيرها من الدول. طيب وسيم، كيف يمكن للسعودية أن ترد على هذا القانون؟ ما الذي بوسعها أن
تقوم صحيح. به يعني طبيعة الحال حتى الحجج التي قدمها الرئيس الأمريكي ورئيس الاستخبارات ووزير الدفاع في الدفاع عن إبطال القانون كانت بأن هذا يؤثر على سياسة مكافحة الإرهاب وعلى العلاقات مع السعودية وحتى على أمن الدبلوماسيين وربما العسكريين الأمريكيين، لأنه يفتح سابقة من خلال رفع حصانة الدول في هذا النوع من القضايا بالفعل. يمكن أن يرتد منه أوباما وحذر منه أوباما والمسؤولي يعني وزير الدفاع والاستخبارات، وأنه يفتح سابقة برفع الحصانة عن دول في القضايا المتعلقة بالإرهاب. الآن كيف سترد السعودية؟ طبعا نحن الآن في مرحلة الغضب الشديد ولم يصدر بيان رسمي سعودي، لكن نرى المحللين ويعني الأصوات القريبة من السعودية تتحدث عن أنه سيرتد على الولايات المتحدة وبأن هذا مرحلة جديدة ستدفع ثمنها الولايات المتحدة وتلويح بإمكانية سحب الأموال السعودية من داخل الولايات المتحدة وسندات الخزينة وحتى التلويح بتعليق التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية. كل هذا يمكن أن يتم، لكن أيضا السؤال هو أنه عندما يقدم الكونغرس بإجماع بهذا الشكل على قانون هو يأخذ بعين الاعتبار هذه العواقب. من هنا هي مرحلة جديدة بين السعودية والولايات المتحدة تتعلق بهذا الحلف القائم منذ أكثر من 60 عاما، إن كان ما زال قائما كما كان سابقا أم أنه ستتغير طبيعة العلاقة بين البلدين. لكن الأكيد أنه له تبعات على السعودية وعلى الولايات المتحدة، أولى التبعات هي هبوط الريال السعودي اليوم. شكرا جزيلا لك وسيم الأحمر على كل هذه التفاصيل.